محمود الخطيب بيهنئ جماهير النادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي بالسوبر. بتوفيق الله ومساندة الجماهير الوفية استحق الأهلي الفوز بكأس السوبر للمرة 11 في تاريخه. ووجه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي التهنئة لجماهير وأعضاء النادي الأهلي والجهاز الفني ولاعبي النادي الأهلي بتلك المناسبة بعد الفوز الذي حققه الفريق على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين. أشاد الكابتن محمود الخطيب بالمجهود الكبير الذي بذله الجهاز الفني واللاعبين والانضباط الفني والسلوكي خلال اللقاء، مؤكدا أن هذا التتويج في بداية الموسم يحمل الجميع مسؤولية كبيرة خلال الفترة المقبلة لإحراز المزيد من الانتصارات والبطولات لإسعاد جماهير وتحقيق طموحاتهم على المستوى المحلي والقاري. زي ما حضراتكم عارفين الأهلي قد فاز للمرة رقم 11 بالسوبر المحلي وفاز على نادي الزمالك بثلاثية مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعتهما في استاد الجيش المصري ببرج العرب. تعزية واجبة الحقيقة من مجلس إدارة النادي الأهلي وأيضا تهنئة واجبة من مجلس إدارة النادي الأهلي.